أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أكدت على الدور المحوري الذي يشكله الشباب البحريني في الارتقاء بعملية التنمية في مملكة البحرين. وأشارت وزيرة شؤون الشباب إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومن خلال النظرة الاستشرافية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والمبادرات والمشاريع الشبابية لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، قد تمكنت من توفير البيئة الداعمة لتطوير الشباب وجعلهم مساهما محوريا في الخطط والمبادرات الوطنية. جاء ذلك لدى لقاء سعادتها منتسبي الدفعة الخامسة من البرنامج القيادي الوطني هايبو يوث، والذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب ومؤسسة إنجاز البحرين. من جانبها أوضحت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيء الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن لقاء سعادة وزيرة شؤون الشباب بمنتسبي برنامج هايبو يوث هو لقاء من الشباب إلى الشباب، مما يعكس ما تمتلكه اليوم مملكة البحرين من طاقات وقيادات شبابية قادرة على المشاركة في عملية صناعة القرار وإعادة الخطط والمبادرات التنموية الرامية إلى تحقيق التطلعات الوطنية في مملكة البحرين. طبعا سعيدين جدا احنا بالشراكة الاستراتيجية اللي بيننا وبين معهد الإدارة العامة وإنجاز البحرين، لأن هذه البرنامج احنا نفخر بمخرجاته. هذه برنامج يعد الشباب البحريني ليكونوا قادة المستقبل، وإحنا دائما بالبحرين نقول يعني هم الشباب هم الرهان المضمون وهم مستقبل البحرين يعني. وبالنسبة لوجودي وياهم طبعا أنا جدا سعيدة بوجودي معاهم، كان اللقاء مثري وسمعنا من الشباب نفسهم، وهذا اللي أنا دائما أحبه أن نسمع من الشباب، نستفيد من مداخلاتهم من أفكارهم، منهم نستمد الإلهام وشنو الشباب يحتاجون. طبعا اليوم احنا سعيدين بتواجد سعادة الوزيرة وزيرة شؤون الشباب وسعادة الشيخة رنا، واليوم طلعتنا سعادة الوزيرة على تجربتها الثرية وكيف تنقلت من مراحل مختلفة وصولا اليوم إلى قيادة وزارة شؤون الشباب. طبعا اليوم سلطت سعادة الوزيرة على دور الشباب الكبير اللي هما نصف الحاضر وكل المستقبل، وكيف اليوم احنا نزرع روح المبادرة في أنفسنا ونشق طريقنا وصولا لتحقيق طموحاتنا واهدافنا. بالنسبه لبرنامج هايبو اعتقد يعني حقي وحق كل الشباب اللي شاركوا في هالبرنامج، وهو بالفعل فرصه وايد عظيمه وايد ثمينه، لها دور وايد كبير انه مو بس تثقفنا، بالعكس هو يطور مهاراتنا ويطور شخصياتنا بشكل وايد اساسي. اعتقد ان هايبو ساعدنا ان احنا نفهم روحنا اكثر، مو بس نفهم روحنا اكثر، حتى له دور وايد عود انه يشجعنا ان احنا نساعد الناس اللي حوالينا.